تقول مسلمة محتجبة لكن أبي يظهر غضبه علي بسبب حجابي. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تثبتين على حجابك، ولكن لا تبرري هذا، لا تجعلي هذا الأمر مبررا لإساءة أدب على أبيك أو إساءة ظن به. ربما أراد لك الخير وأخطأ في فهم الخير أو في اجتهاد الخير. تضاعفين البر لهذا الأب، تضاعفين الإحسان في معاملته والأدب معه والخضوع له وجميل المعاملة معه، تضاعفين إحسانك إليه، تضاعفين الدعاء له في ظهر الغيب، وتريه أنك كلما استقمت كلما ازددت أدبا وتواضعا وخضوعا ولينا ولطفا في معاملة من حولك. فهذا نوع من الدعوة إلى الله تعالى راق تنالين به رضوان الله سبحانه وتعالى.